بركة إله إن حريستي سكقو سنمينو ورحمتي وسعت كل شيء تتكهنو ويدا نحريستي إلهي ظلوم باتاي ظلوم ظلمي قيستي من ظلمي قيسو بدن يعي مركلي ما واحد ظلمي سمينا إنو مر بدن بان ظلمي قيسنا إنا الله إن أبو ريبان ظلمي ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام حق سيبان ظلمي وحقوق دي والد كل هيد من ملكا قدعني وحق قرابة دي نوانكو قفني وحق ريريهن يعرورت دي نوانكو قفني وحق جارك دي نوانكو قفني مر والبا وحانا كو قف يبان هاي مرقا أدوكو وحاتا مد ظلمي قيستبدا وكفارة وإلهي نعمدو كسيين قريي ودبولي باتهاي آيات داسي حق هرا واسدا حق دمنا واسدا آيات دكوتا في سورة النحل إلهي وكيلها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم هذا إلهي نعمة دي سعادة سكود دايدان إنا تركوا سوكوب تابا إلهي يري ما سوكوب كرايسان إلهي ربقيننا وحويان وامد دافد بدن ونحريس بدن بالله يري ربقين وامد ها دافد بدن دن بكستود قشان هذا كسو نغطان دن بقين إلهي ودافيا ومن نحريس بدنو سكسو نحريسي سوغقو ستان إلهي جل وعلا وإنين نحريسان يا وحادو قاتا أبدون كانوا ويان معنوه هذا أدقو آتهي كي ظلمي قيستها بدنا كي ظالم كهايا كفور كهذا أدقو آتهي هقو سنبو إلهي كليهي أنيقو ربك آقيا وحانهي غفور الرحيم بانهي مد دافد بدن ونحريس بدن بانهي إيسو نغبا إلهي كليه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها مغفرة حديث القدس با إلهي كليها إن آدنو مربح داد أدقو أنك آدي بريسو أودي رجيني سيد أود وجهك دولك إيدي سيد أودي بريي سيد دم بيقات دونتد إن دم بيقات قشة إنتو دونب حالي كاده وانكو دافا يا با إلهي عد أنو أبا يليو نغد جوسن يعني مجرت با إلهي عد أورانا إسا يا ربي أدونك أنو أدن بيلا محاد دم بيقى سعود دافت أورانا إسا مجرتو هذا المربع أدقو أد مسلم تحي أد مؤمن آتحي وإلهي كليقي أد بريي سيد كليقين أد رجيني سيد dambiga ka dhaca intuu doonay hal leekaade hadaad ka soo noqoto dambiga oo shuruudi toobada laga helo ilaahay waxa uu ku leeyahay dambiga waan dhaafaya law balagat dhunubuka anana samaa hadii dambigaagu uu gaadho fadka samada oo istighfar aad iga dalabto waan dhaafi ba ilaahay ku yiri law ataytani malika qiyaamaha arlada muggeed oo gafa adigoo wata hadaad ii timaado laakiin bishardi aad igu timaado adoo ii soo shariig yeelin قفك الله تمدى إن لا أقول دم دافع كولاي من بايلا هاي كويري شرد وامحي وين أتى شخص موحد إله الرميسن بركة إله إن حريستي سكقو سن مينو ورحمتي وسعت كل شيء تتكهنو ويدا نحريست إلهي إمام الشافعي رحمه الله أيا أركنين ملفر يو آذو مرغيسن بركة أبو أتقو الله فريستننكي oo waraystay markaa wuxuu yiri waa maxay dhibaatada adiga ku haysata murug baa ka muuqatay ama masiib ay ku dhacday wadinnan masiib ay ku dhacday baan ahay wiil oo dhibsanahay wuxuu yiri dadkaba masiibadu ay ku dhacday waa maxay taa adiga ku gaarkay wuxuu yiri aniga tu gaar ay ku dhacday haysato dadka kale waan ka duwanahay buu yiri masiibada maxay taa adiga ku gaarkay wuxuu yiri dadkii iyo aniga ayaa kala baxnay buu yiri وعيدان له شيء سهي مجرته ويدي آباه وان كلا دقاغني غير كيجي علمه يجي وان كلا دقاغني جار كيجي وان كلا دقاغني قرابة دي وان كلا دقاغني عد أن له شيء سهي بيراته مجرته بوكو يدي مركا علماء ذو فراسة وحلي دابا الهايين اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله بنبي قد عليه الصلاة والسلام وابكم مؤمن كو وحو لي النور قلبي سأو وحكو أركو ليه iska ilaaliya buu nabigu dhe calayhi salaatu wasalaam imaamkii wuxuu gartay ninkani in xagga ilaahay ee isaga xidhiidh uu ka go'an yahay buu gartay
هل سؤال مركا ويدي ومشكلة دي سيور نكو حليي وما حي سؤال شاسي وحكو يري ورياي دقيسو بقول قفين هذا المرة لقلسا يقف كل يين هذا لقلسا بل كلا دورو كلا شيك مركا سوكولي دي متك كل يا إلى فضود وحا مركا بلقود وليبا متك كل يا هدو هذا الرالي كان نقضو ودي ساقا الرالي قلسد بقول كلا إساقا كان رالي قلن بلقو يري مركا سوني متك سوان متكيبودو مركا سوني والله ويان markaas uu ninkii wuxuu yiri sheekh wallahi meesha leega haystaa ii sheegtay buu ku yiri nolosha aan fahmi lahaa iyo ciriiriga aan dareemayay iyo muqaataacada dadku ay i gooyeen oo dhan waxa u sababa waad ii tilmaamtee aniga iyo rabbiga xiriirkii naga dhexeeyay baa meesha jirin buu yiri jazaakallahu khayr buu markaa halkii buu ninkii ku toobad keenay haddaan doonayna inaan ka baxno dulliga يا عريرقة يا دورسقة وعدوكتي ان تدكي انو دورسي بكجران ما انتا صوماليها دانا داد اديك دان نمال اذا كاهو سيا ما انتا وحكو يرين ايا اوكو مامول ايا اوكو تلين ايا وانا من علامات الساعة نبي ناشي صلى الله عليه وسلم اذا تخذ الفيء الدولة والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأقصى أباه وأدنى صديقه وكان زعيم القوم أرذلهم وساد القبيلة فاسقهم إلى آخر الحديث شن يتوخص لضب نبي حديثك أو كشيغي أير أمد إذا شن يتوانك على ممركات كأركتان بلا يدا أمد إذا كد عدي أقاد أبو نبي عليه الصلاة والسلام إن يربان كتابان إن كسو وقت قنقو كوبين يهي وحاو نبي قد الدول وحال إلا دا وحان تيدا قود أمد عيلا دا هي داد قار مركة دانوهو غو استعمالان كي أمانا لو ديبتين أمانا دا داد او ديبتي إنو مركة غنيمة أوتي مدين تو اسكا أركو اسكا استعمالو كي زكا دا ديبا يينا سيدا الدين لغولا يهي مركو زكا دا او ديبو وحان دين هاي نددكو مركة برتان waxa uu nabigu sheegay yiri marka uu ninku haweenaydiisa u adeeco hooyadiisa dhashayna uu iska dheerayo caaq ku noqdo waalidinkaar uu ku noqdo xaaskiisana uu dhaga nuglaan hadalkayga iyo amarkayga hooyadiisa dhashayna maaragtana i dhaaf buu oranaya aabihiisa dhalayna uu iska dheerayn buu nabigu yiri saaxiibkiisana uu soo dhaweyn wa kana zaciim alqawmi ardaluhum qowm walba markuu hoggaanka u qabto kooga ugu liita buu nabigu ugu liita وساد القبيلة فاسقهم قبيل قوم وددك أفكر يقول الله وما أرسلنا من رسول إلا باللسان قومه إلا هذا القرآن كي نقول قوم معنى هيك قوم معنى هيك وحويان وددك اللغة كل يقول الله وقوم قوم والبا مركوه قام يبو نبي قول كوغا وقول ليتا وكان وساد القبيلة فاسقهم قبيل كنا ويركي ويان وجفدي هوسي أيكونا مركة تلادة وديبتان كوغا إلهي كفوك بلا عبادة بلا تقوى وحاصر دنبو نبي الشيخوي نوتري ومن علامات ساعة بو نبي عليه الصلاة والسلام أمد عريرقة يدلقة يدورس كما بحيسو إلا إلهي أصول نقطة مويانه عمل كينا بدلينا نولشنا إلهي سقى بدلي مركز وعقوبة عابة مسلمين تونا هاي ستامانت عقوبة عامة ويان ومسلمين تعامة هان ودن كود عضوكو هبستي مركي كتاب إلهي جل وعلا لقد تقي سنة النبي محمد لقد تقي أي عقوبة دا سنقود عدي مانت وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام أرهد النبي محمد يربى إلهي نغشى في سورة الفرقان إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا رب قوم كيجي وريرك النبي محمد وكرد شيء ويا قوم جيس وعرب وحي كيش كتابك إلهي جس جس رقم كي سيب كه جرودين برشد سيب كه جرودين اسكو حكم كي سيب كه جرودين كشقين تي سيب كه جرودين
كي قرآن كبرنا ينا وود آب بيدا ذين معلن كي المها قرآن كأودي جينا وحال لقوي ده معلن عيال كم حاد برتا أدو قرآن يروم باد برتا يه وهو يو هردك مركو بشا العقتي أودي بي وهي مدرسة ده أيو معلن كي دور جربو عليه مركز إسلامي أدو على يسمى سوق وتعلمه جعانته أوتي مده معلن كي معلن كل ما هي رواد سوء العلي سام حو سوء العلي نيسا حكا قلدن مركز وحوي قام قلدنه لعقتها بحيو ماشي أنا كجرا وكرا ويان لا يركني ولا عقو ويان معلن كني وضد غيره كم مسؤول يرجع حي جيد معها وحور يرجع سسيو ربع مركز بيكوتر معلن وابدس حريفين سام حاضر دكتابه ترى القرآن يرون بادو دكتاية القرآن ير هذا وكل يريها القرآن كو لكن أوفر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أرديجا أما نك شيخا أما نك أما جبرد صالح دا القرآن كتقانة حقوق دي سي حروف دي سي إلى لنا يسي كبرة كوح في الدي مالك قيامها بني آدم كلا صبيح ميسو وحو نبي شيخ ملائكة نوقف كلا صبيح دون ملائكة القرآن كقابل سن ee quraanka xafidsan ee ciyaadada ilaahay ay ugu dhawaadaan ay tahay quraan ay qofka quraanka yaqaan uu la soo bixi doona marka ehanada maanta muslimiinta caam ahaan haysata inaka halka isdignay kaliya waxa la rabaa in umada laga helo tawba inaan ilaahay u soo noqono toobad keenno bani aadam baan ahay dambi way naga dhacaya laakiin ha quusan oo raxmada ilaahay ka quusan هذا أدعو آتاهي إلهي في سورة إبراهيم با إلهي كيدي وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وفي سورة إبراهيم با لغوشيغي في سورة النحل إلهي وحوكوشيغي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن الله لغفور رحيم صدعين آيات وحيد بان جعلهي walla ba ayadood xaqeedo hore ayaduhu waa isku macna weeyaan laakin xaqad dambe labada ayadood macna kala duwan bay sheegayaan ayada suuratu ibraahim baan horta isdul taagi ilaahay baa yidhi wa ataakum min kulli ma saaltumuhu wixii aad weydiisateen ee niyadda ku qabateen ee jeclaydeen ee naftiinu ay doonaysay ama carabka ka sheegto inuu garta oo ilaahu nasii dhahada ama ilaahay ni abuuray baa inii qana waxay ni wanaagsane ilaahay waa in nisiyay wa in taudu ni'mata allahi la tuhsuha haddaad isku daydaan ilaahay ni'madiisa tiray inaad ku soo koobtaana ma koobi kareysaan ba ilaahay yiri innal insana la dhalumun kafar insaanku waa mid dulmi geysta badan kafar weeyaan waliba waa mid ni'mada ilaahay inkiray oo ni'mada ilaahay qariyay dhalum baa tahay dhalum dulmi geystay mid dulmigiisu badan yahay mar kaliya ma waxa dulmi samaynayno marar badan baan dulmi geysanaynaa allihiina abuuray baan dulminay oo nebigeena muxammed calayhi salaatu wasalaam xaqiisii baan dulminay oo xuquuqdii waalidku lahayd baan meel kaga dhacnay oo xaqii qaraabadeenna waan ku gafnay oo xaqii reerahiin iyo caruurteenna waan ku gafnay oo xaqii jaarkeenna waan ku gafnay mar walba waxaan kuwa gafaya baan nahay marka adigu waxaa tahay mid dulmi geysta badan oo kafaara oo ilaahay nicmaduu ku siiyeyna qariyey oo daboolay baa tahay aayaddaasi xagga hore waa sida xagga dambena waa sida aayadda ku taalla fii suurati annaxli ilaahay waakiilahaa wa in tacuddu nicmata allaahi laa tuxsuuha ina allaha lagafuurun raxiim haddaad ilaahay nicmaddiisa aad isku daydaan inaad tiro ku soo koobtaan baa ilaahay yidhi ma soo koobi karaysaan ilaahay rabbigiinnuna waxa weeyaan waa mid dhaafid badan oo naxariis badan baa la yidhi rabbigiinnu waa mid he dhaafid badan dembi kastood gashaan haddaad ka soo noqotaan dembigiinna ilaahay wuu dhaafayaa waa mid naxariis badanoo si kastoo naxariistiisa uga quusataan ilaahay jalla wacala waa inii naxariisanaya waxaad ogaataa addoonkan oo weyaan macnuhu haddaad adigu aa tahay kii dulmi geystaha badnaa kii daalimka ahaaya kafuurka ah haddaad adigu aa tahay ha quusan buu ilaahay ku leeyahay anigoo rabbigaagiya waxaan ahay khafuurun raxiim baan ahay mid dhaafid badan oo naxariis badan baan ahay ii soo noqo baa ilaahay ku leeyahay yaa bna aadam innaka maa dacawtanii wa rajawtanii
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها مغفرة. حديث القدس با إلهي كليها إن آذنوا مربح داد أدقو أنك آذي بريسو أوذي رجيني سيد أوذي وجيك دولك إيدي سيد أوذي بريسيد دنبغا دونت إن دنبغا آدقش إنتو دونب حالك هذا وانكونا فيا با إلهي عد أنواع بيالايون وغجو سنين مجرت با إلهي عد أرانيسا يا ربي أدونك أنواع دنبيلا محاد دنبغيسا أدافت أرانيسا مجرتو هذا المربح أدقو آد مسلم تحي والمؤمن آتهي وإلهي كليجي أدبر يسيد كليجي نادر جين يسيد دنبجا كذا عينتو دوني هلا كذا حدات كسر نقطة دنبجا أو شروط التوبة دلقاه له إلهي واحد كله دنبجا وان دافيا لو بلغت ذنوبك عنان السماء هدي دنبجا جو قاد فتك السماء ده هذا استغفار هذا قد طلبته وان دافي بإلهي كويدي لو أتيتني مالك قيامها arlada muggeed oo gafa adigoo wata hadaad ii timaado laakiin bishardi aad igu timaado adoo ii soo shariig yeelin gafka aad la timid in la eego dambi dhaafa kuula iman baa ilaahay ku yiri shardi waa maxay waa inaad tahay shakhs muwahhid oo ilaahay rumaysan barka ilaahay naxariistiisa ka qoosan mayno wa rahmatii wasi'at kulli shay dadka hanu u yeedhan naxariista ilaahay حديث كوي الله صحيحينك نبي جانو عليه الصلاة والسلام واحد الناس وقبنا يا أمته نجهر يقفك أي جلال إلهي نحريستي وسعد إذا يسوع نبي جو النوت المامية أيو نبي جو ناقوش شيء نجي ربنا إسرائيل هاي بقول كنف جوي أي ويدية دتك كوي دي ورا عالم نن عالم أيت المامة markaas aan in caalim markii dambe loo tilmaamay ninkii caalimka ayuu yimid oo wuxuu ku yiri taay baanahay boqol nafna waan qabaa dhiiggoodiiye toobad miyaan leedahay haa toobad waa leedahay buu ku yiri toobad waa leedahay laakiin shuruud buu ku xidhaa waxa uu ku yiri shuruuddaasi waa sharcun liman qablanaa bay culimmadu yidhaahdeen waxaa shuruudda ka mid a toobaddaada in lagaa aqbalo meeshan aad joogto waa meel dad xun baa ku nool oo dagaal badan oo dhib badan oo dad dhiigga daadiya ku badan ayaa ku noole ka dhexbax buuri dadkan iyo dalkan ka guur xaggeed u guuraysaa dhulkaas dad wanaagsan baa ku noola dadka ilaahay la soo caabud buu ku yidhi meel dad wanaagsan ku nool yihiin tag uu irtixaalay markaa ninkii safarkiibuu gudagalay isagoo weli meeshii u socdo u hijroonaya aanan gaadhin ayay geeridiisii timiday نفتي مركي كدا عدي ملائكة العذاب يا ملائكة الرحمة اسكو قبتي ملائكة الرحمة وحي إليهين أدون كانوا توبت كينيو روح دي سأنك قبنا إنو قادة نبي إليهين ملائكة العذاب نوحي إليهين مي أدون كان بغل نفبو قبا وادقر قبه ويان عذاب الله قادة يا كينا مركاسا إلهي صدر ملك سورة آدمي الله صوي الله لغيري أرلاد دنبغ أو كغلي يا أرلاد الربعين وهجرودو متري baa lagu yiri oo متري taw xaqeega u bata dadkeega ku daraba lagu yiri markaas ilaahay tabaaraka wa taala wa aziz wa kariim wa rahiim wa rahmaan fi baad ar-riwaayaat waxa uu nabigu sheegay dhulku u socday baa ilaahay u waxyoodu ku yiri adoonkayga naar inuu iga gala ma jecliyo u dhawow baa ilaahay ku u dhawow inta in laag bay dheeraatay buu nabigu yiri shibr dana malaa'ikta naxariista la wareegto sidaas uu adoonkay naxariista ilaahay ku mutaystay حديثكاس وحو نبي قلنا وشيك عليه الصلاة والسلام ومحي هقوسا وين حريست له هقوسا صنقوا إن تابوا إلي فأنا حبيبهم أحب التوابين وأحب المتطهرين وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب والمعائب لأظهرهم من الذنوب والمعائب إلهي بحديث القدس وحو كيري haddii addoommahaygu aniga ii soo noqdaana ka soo noqda kii jecel baan ahay baa ilaahay yidhi kuwa istahiraya ee tahaarada qaadanaya ee dunuubta iska maydhaya iyo kuwa ilaahay u soo noqda dembiga ka toobad keenay
لبداب وان جعل هاي با إلهي يري فإن لم يتوبوا إليا حدي أنيقا أدومهي قيسو نقني وايان وأي توبت كيني وايان هي فأنا طبيبهم مدين يي وان دويسن يا بي إلهي أدوم كيغو محاكو دويسن بلا يهي مصيبة يا كوكين يا سي ذنوبت يا معايبت يا نقصان تودا أنوغا ميرو أي أقرتان ربين إليه ندنوصو نغضا بانو كيري بلا يبا إلهي يري dalka inagu aan ka soo jeedno hadaan Soomaalinahay waxaad ogaad ogtiin 5 sanaba masiiba magac kale huwan ba soo maraysa hada maalmahay dhawayto dadad ba qaado umada dhan oo dal dhan baabiyay oo beero dhan baabiyay oo intaas oo bashar ay ku dhimatay oo intaas oo xoolana ay ku halaagsameen masiiba 5 sanaba masiiba magac kale la huwiyay ayaa Ilaahay nagu soo diraya waa maxay وحاوي ابتليهم بالمصائب إلهي بأي نقول لك الضوما هيقا وان جعلها يو ما دام بقول بقول مسلمين يهين وموحدين أي يهين وحان بلايين يمصيبه وقو كينا يا وحك لماها دنبقي قلين بالربعين يكسو نغضا بأي لهي لي لكن دات كينو ولي ما توبت كينين ما توبت كينين إنا توبت كينين وحاو دليلة masiibadii wadanka ku burburay ilaa imika dhamaacdeedii way taala qaarna way hurinayaan waxay ka hurayaan inta badan waxaan leeyahay social media-ga ka hurinayaan waxyaabaha aan doonaynaa inaan ka toobadkeena qabyaalada kamida hadaan qabyaalada ka toobadkeeno albaab badan oo inagu furan oo cuquubaha ayaa ilaahay naga daboolaya وين كعنا قبيلة دكر وقبحنا ونبحنا الإسلامية أنكم مسلمين بانحي إلى حداد مسلمين ونقدر دقي دل بقول كي بقول مسلم إلى حين نجو أبوري دل بقول كي بقول دت كون ولسكم ده بيهم بإلى حين نجو أبوري دت كويس كلي إلى حين نقدر دقي وين التوبة كنا ومدى أنو غيرنا وين المدى التوبة دو غيرنا التوبة نبي هود عليه السلام قوم عاد بالودر الرعد وقوم كيبي هايا وقوم كيري من أشد منا قوة أيا نجحوك بدن بيدا دين قوم عاد أيا نجحوك بدن إلهي قوة بوسي قوم كقوة المهوج الشنجر كاب علم دويرا دين الشنجر كا أيا دوجا بغلي دوجا بغلي تقعد سد المه نور رجيو وعيارو أيا جيت كتمرتا المهوج الشنجر كا أنت أقعد سد أطور جريبا ليدي haddu ilmahooga shanjirku inta leeka kooga shanjirku marka inteebo leeka way daacuna quwwa way yaquluun man ashaddu minna quwwa aya anaka naga xoog badan bay leeyeen aya naga xoog weyn walakin nabi huud alayhi salaam marka u yimiday wuxuu ku yiri waya qoom istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa'a alaykum midrara wayazidkum quwwatan ila quwwatikum ولا تتولوا مجرمين ويا قوم تلك يا ولبا قبيل ريركيسا اسغنا لو درى قوم كيسا لو درى مرغاسو كو يري استغفروا ربكم ربكينا ذنب داف ويديستا ثم توبوا اليه ذنبكات كو جيرتانا كدخبها او حق ربكينا اسو نوقدا حداد الهي لبدا صفه حداد الهي ولا سو نوقتان حداد استغفار لا تيمادان قال لمدنا اد كسو دخبخدان ذنوبتا واوين ذنبك اوغو وين واوين الاشراك بالله واله الله شريك يلو قال لماذا اد كو جيرتان يا وخي قال لماذا هي ودتو دنا كسو دخبخ او توبت كينا ما حد مركا هليسان يرسل السماء عليكم مدرارا الهي السماد وحو نيغا كينيا روب dibiye waaweyn ba samada la iniga keenay dhulkana barakaad iniga soo saaraya ma inta kaliya may wayzidkum quwwatan ila quwwatikum awooda aad sheeganaysana la iniga qaadi maayo diinta islaamku waxba ka qaadi mayso waxay kugu dartaa mooyaan islaamnimadu waxaad adigu haysatid way ku kordhin quwadii jirka aad haysataan quwadii aqliga la inigu dari quwadii cilmiga la inigu dari قوّة عافمات كله نيجو داري قوّة مارك ثانية بركة أمريكا اللي نيجيلين قوّة دي إيمانية يا عقيدة ده إلهي نيجو داري قوّة ده أتشجعنا إنسان دين إسلامكو إن جمّا ناقو سيسو إن جمّا دبيسو بل قوّة ده قوّة كله دين إسلامكو نيجو داري سا إسلام نمالة ده بنا بمان تكبر قايا هكبر دين إسلامك
waxay ku kordhisay mooyaan waxba ka dhimi mayso